بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعرب سموه في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي رحمه الله سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه والعائلة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تعزية ممثلتين لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة